يا صباح الحب والورد على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من فضفضه. فضفضتنا النهارده بطعم الحب. الحب احساس جميل، هو اجمل احساس ربنا ادهولنا. الانسان من غير حب ما بيحسش انه اساسا عايش. كل واحد مننا عنده ناس كتير بيحبهم ومرتبط بيهم باشكال وطرق مختلفه. في اللي بيحبه وبيرتاح له، وفي اللي مغرم بيه، وفي ناس بتربطك بيهم العشرة. واحنا بقى في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن أنواع الحب والفرق بين الحب والغرام والعشرة. بس اسمحوا لي أرحب بزمايلي مروة. ازيك؟ تمام الحمد لله. صباح الفل عليك يا حنين. الحب جزء من كيان الرجل طبعاً، ولكنه كيان المرأة كلها. ايه رأيك في الكلام ده؟ اكيد طبعا، من غير حب احنا ما نقدرش نعيش، ده اكيد. من غير حب مش هنعرف نكمل في الحياة. مش شرط يكون حب راجل ومراته، او حب راجل وحبيبته، او حب راجل وست. عامه من غير حب احنا مش هنعرف نعيش مع جيراننا، مع اهلنا، مع اصحابنا، مع حبايبنا. لازم يبقى فيه حب وموده ورحمه، ولازم يكون فيه توافق طبعا عشان نعرف نحب بعض. لازم يكون فيه ما بيننا، غير التوافق لازم ان احنا نكون عشرنا بعض كويس قوي عشان نعرف ازاي بنحب بعض. يعني انت شايفه ان حب العشره ده ليه اهميه في الحب والارتباط بين الاثنين؟ طبعا طبعا. بالعكس، انت لما تبقي عارفه اللي قدامك بيتكلم ازاي، او بتبقي عارفه مثلا بيفكر ازاي، انت بتبقي فاهمه هو تفكيره فيه ايه. انت فاهمه؟ انا عارفه حبيبه في دماغها ايه، انا عارفه طبعها خلاص، اللي هو انا خلاص عرفت طبعك وعرفت انت ايه اللي انت بتحبيه، ايه اللي انت بتكرهيه. خلاص بقى في ما بيننا حب وعشره. بتبقى احسن على فكره من الحب العادي. انت فاهمه؟ الحب بيختلف عند المراه والرجل. اه طبعا. الست بتحب الست اكتر، دايما بتحب بودانها، بمشاعرها، وبتحب بكل كيانها، وبتحب اكتر من الراجل. الراجل ممكن يتلهي في شغله مثنى وثلاثة رباع بالظبط كده. غير كده ان الراجل ممكن يتلهي في شغله، ممكن يتلهي في حياته، ممكن يتلهي في اهله، ممكن يتلهي في الحياه العمليه بتاعته. لكن صحيح، الست عمرها ما في حاجه بتغنيها عن الحب. وطبعا ده يعني موضوع حلقتنا النهارده بمناسبه ان بكره الفالنتاين. هابي فالنتاين دي لكل الناس اللي بتتفرج علينا. وانت يا مروه بقى، من وجهه نظرك ان الحب يعني شايفاه ممكن يكون في غنى عنه؟ يعني ممكن حد يكون بيعيش من غير ما يحب، او يدخل في قصه حب؟ في حد ممكن يعيش فتره طويله من غير ما يدخل في قصه حب؟ اكيد لا طبعا، ما فيش حد بيقدر يعيش من غير ما يحب. ومش حب بس، يعني ممكن يكون حب بين الاب والام، بيني وانا واخواتي، بين اهلي، بين اي حد، مش شرط انا وحبيبي او خطيبي او اي حد من الكلام ده. بالظبط، ده رابط العشره بقى. بالظبط طبعا، هو الرابط ما بين العشره وما بين الناس هو الحب طبعا. حب العيله ده من اعظم واسمى الحب اللي ربنا خلقه في الدنيا. حب لان الأم ده حب لولادها. غير مشروط اساسا. انت بتطلع بتلاقي نفسك بتحب اسرتك وعيلتك بالفطره، من غير شروط، من غير حواجز. اه طبعا، انت اوريدي بتحب مامتك لانها مامتك، مفيش حد بيكره مامته. اكيد اوريدي بتحبي باباكي لان هو اوريدي باباكي، انت عمرك ما هتكرهي باباكي. بتحبي اخواتك، بتحبي اصحابك، بتحبي جيرانك، ده طبيعي. انت بس احنا بمناسبه الفالنتين بقى يا حنين، احنا بنتكلم، عايزين نتكلم عن حب الزوج والزوجه المرتبطين. واحنا فاتحين الرسائل بتاعه الفيديو بتاعه البرنامج النهارده، وهناقشها معاكم كلها. مستنيين رسائلكم، واحنا هنناقشها مع بعض على الهواء. هنتكلم بقى النهارده طبعا عن، احنا موضوع حلقتنا اصلا النهارده عن الفرق ما بين الحب والعشرة والغرام وحب العشرة. فاحنا عايزين النهارده يعني نوضح للناس ايه الفرق. احنا هنبداها سلالم طالعه ولا نازله؟ لا 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 طبعا، يعني في الطالع. خلينا في الطالع او في النازل، مش تفرق. خلينا نبدا بالحب. عرفينا الحب يا مروه. الحب موجود، لو ركزتوا شويه هتلاقوه. الحب بين الاهل، حب الاخوات، حب الاصحاب، طبعا حب شريك الحياه ده حاجه تانية خالص. لازم نقول كل يوم اننا بنحب، وفي عيد الحب نحتفل بيه، بس لازم نشوف مين حوالينا نقول لهم ان احنا بنحبهم كتير. بس. وطبعا الفرق ما بين الحب والغرام في فرق طبعا كبير. انت لما بتحبي حد بتكوني عارفه انت عايزه تحبي ليه،
او بتلاقي نفسك حبيتيه. على فكره ممكن بعد فتره تكتشف ان هو مش حب اصلا، ممكن بعد فتره تكتشف دي ان بتبقى هو سلالم اعجاب. نازله. احنا بالظبط كده، بتبقى سلالم نازله، بتبقى سلالم نازله، انت مش عارفه، انت ممكن تكوني ما حبيتهوش اصلا. لكن بس في الغرام، ناس بتقول ان الحب حرام. انا من وجهه نظري لا طبعا، الحب مش حرام. لا طبعا، مين لان قال ان احنا الحب بنحب. حرام؟ هو ما يصنع في قصص الحب والغرام هو مين اللي حرام. اقوى قصه حب في العالم؟ روميو وجولييت. لا طبعا، سيدنا محمد وعائشه عليه الصلاه والسلام، دي اقوى قصه حب. يبقى ازاي الحب حرام؟ ما هو ما انا لسه كنت بقول لك، ما يصنع في قصص الحب والغرام باسم الحب هو اللي حرام. بالضبط. لكن الحب احنا بنحب بابا وماما واخواتنا. لا مش حرام وناس طبعا، كتير. الحب هو اصلا مش حرام. غير حب مش هيكون في عشره، مش هيكون في حياه زوجيه حلال، مش هيكون في حاجات كتير. بالظبط جدا كده. بالظبط. الفرق ما بين طبعا الحب والغرام، الحب زي ما احنا ما قلنا ان انت بتحبي حد بالفطره، انت حبيتيه، انت لقيتي نفسك بتحبيه. انما الغرام انت بتكوني العقل مغرمه ملغي. بحد، العقل ملغي، حياتك متوقفه على الشخص دوت، مشاعرك متوقفه عليه، هو نقطه ضعفك، هو المتحكم في تصرفاتك. ما تعرف يعني بالنسبه له كلامه، بالنسبه مصدق. لك انت كلامه مصدق. صدقا ما فيهوش كلام، انت شايفه ان هو اي حاجه بيقولها صح. حاجات انت عمرك ما عملتيها في حياتك ممكن تعمليها علشانه، علشان هو قالها، بس مجرد ان هو قالها فانت شايفه ان هو تمام. الغرام بالنسبه برضو للغرام، على سبيل المثال ممكن انا اكون مثلا جميله جدا 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 وبحب حد مش حلو خالص، هو الحب. في نظري ملك جمال الكون، مراية الحب. ممكن احب اكون انا مثلا دكتوره واحب واحد عامل مثلا، عامل نظافه مثلا، ممكن يكون شغال اي شغلانه بسيطه جدا، بس انا شايفاه ان هو يعني ملك متوج بالنسبه لي، انا شايفاه كده لان هو ده الغرام. بس هو لازم الحب والغرام برضو يكون فيه نسبه من العقل تعمل توازن في الحب، والا ما بيستمرش برضو. لان لو ما فيش تكافؤ في الثقافات وثقافه وتكافؤ مادي، وبرضو يعني ما بيعرفوش يكملوا، بيبقى في الاول منبهرين بالعلاقه وحاسه بقى ان هي بطله القصه وكده، بس ما بيعرفوش يكملوا فيها. بالضبط. فلازم برضو يكون في تكافؤ وتوازن في بين العقل والقلب. اكيد طبعا. وبعدين على فكره احنا لازم يكون في توافق، لان لو انت حبيتي بقلبك بس او بعقلك بس، بعد الجواز هيكون ليكي حياتين، حياه بعقلك وحياه بقلبك. طب ازاي؟ هتكوني انت اخترتي مثلا بعقلك، انا اخترت بعقلي، هتلاقي نفسك انجذبتي لشخص ما بقلبك وانت متجوزه، وده حقيقي وبيحصل، وبيحصل وبنشوفه كتير قوي. طب العكس صحيح، انا حبيت راجل بس بقلبي بيقضى بس، بيقضي على خلل في التربيه برضو. يعني ما فيش ست بتبقى متجوزه. ما احنا عشان كده بنقول من الاول خالص اهوت، من الاول خالص بنقول ان احنا نحب بقلبنا وعقلنا، لازم يكون في توافق ما بين الاثنين. لازم يكون في لان توازن. انت لو حبيتي بعقلك بس، طيب إيه احنا جات لنا رسائل. انت في رساله جات لك؟ في رساله جت ريم بتقول 23 سنه، بتقول منورين الحلقه كلكم. النهارده فرح حبيبي وانا معزومه لاني انا البيست فريند، وهو اصلا ما يعرفش اني انا بحبه. قولوا لي اعمل ايه عشان ما يبانش عليا. رد يا مروه. صعبه قوي بصراحه. رد انت يا مروه. انت فيها بحاجه، هي البنت بتستنزف مشاعرها، يعني بتحطها في المكان الغلط. انصحيها انت يا مروه. انا بنصحها بصراحه ما تروحش. ما تروحش ليه؟ اللي انصحيها صعبه قوي. طب وبالنسبه لكرامتها؟ لا والكنترول كمان بيقول ما تروحش. ما تروحش صح. يبقى خلاص ما تروحش، ما تروحيش يا ريم. طيب مع ان انا كان ليا راي تاني. لا انا من رايي الشخصي انها إن تروح، تروح صديقها. صديقها وتخسره ليه يعني؟ أيوة. تخسر ليه الصداقه؟ طب انت كده كده خلاص خسرتي. هي استحملت فتره الخطوبه واستحملت انه بيحب البنت. لا انت خلاص خسرتيه كشخص، كحبيب ليكي، فليه بقى تخسريه من الناحيه ان هو صديق ليكي؟ ليه تخسريه يعني؟ لا روحي طبعا وقفي جنبه وخليكي زي اخته، وحاولي ان انت تلهي نفسك بحاجات تانية، اشتغلي، ادرسي، حققي احلامك، دوري وتحاول توظف حبها ليه. بالزبط. في اخوه، في صداقه، زي ما هو ممكن تدي فرصه ليها. لشخص ما يعني يغنيها عن الحب ده. لا لا تداويني، لا تداويني بالتي هي الداء. المبدا ده برضو بيخليها تتجرح تاني. هي حطت نفسها في وضع غلط من البدايه، ان هي استنزفت مشاعرها. بالزبط. هو ما قالهاش بيحبها وخلى بيها، بالعكس هو بيعملها كاخت. فانا من رايي ان هي تكمل في الموضوع عادي وتروح، زي ما كانت مستحمله انه كان مرتبط بالبنت وبيحبها ومخطوب وبيروح. بالزبط. عادي مفيش اي مشكله. لا روحي روحي يا ريم. بالزبط. مفيش اي مشكله. طيب بالنسبه بقى هنرجع لموضوعنا تاني، لموضوع الغرام والكلام دوت. طبعا احنا عارفين ان في فرق ما بينهم، زي ما احنا ما قلنا الغرام
في حاجه بس كنت نفسي اوضحها. بلاش نحب بفرط مشاعر، لان محدش يعني هيحب قوي 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 هيتجرح قوي قوي. لازم اللي بيحب قوي قوي بيتجرح قوي قوي قوي. بلاش فرط المشاعر، كل حاجه بالعقل بتكون احسن. لسه بقى نتكلم على الحب بالعقل، وده حب العشره. حب العشره، حب العشره ده طبعا اللي بيتحكم فيه قلبا وقالبا هو العقل. حب العشره ده ان انت بتبقي اتعودتي على شخص وتعودتي على وجوده في حياتك. هو الحب ده بيبقى كويس قوي لما بيكون بين اتنين صحاب او جيران او باباكي او مامتك، بس طبعا الكارثه لما بيكون ما بين اتنين متجوزين واللي ما بينهم بس بتبقى العشره. لان العشره لوحدها لو مش مدعمه بالحب وبالغرام فدي بتبقى مجبره، مجبره الحب. فلازم يكون في غرام ويكون في حب متبادل من الطرفين. ايه رايك يا مارو؟ طبعا كلامك صح، بس يعني ممكن ايه، هي بتقول ان هو متبادل من الطرفين. يعني طيب افرض بقى في حد حب من طرف واحد، يعني بالنسبه لك انت من طرف واحد ده يعني ايه حله؟ لا ان هي تنسحب افضل، ما تكملش. طبعا. طب هي غصب عنها هي هتتعب في حياتها يعني. كتير غصب عنها تعمل ايه؟ طبعا طبعا لو بينهم رابط العشره بس. لا مفيش رابط عشره. مفيش اي رابط بين زوج وزوجه؟ لا مش انا مش بتكلم كزوج وزوجه، انا بتكلم واحده بتحب من طرف واحد. طب هي ما انا ما ردتش، كانت لسه بترد على سؤالي، بتتكلمي انت جاتلك مسج ان في حد بيحب من طرف هي واحد. هي المسج مش بتقول كده، هو ده الملخص بتاعها. يعني هي بتقول بما ان حلقتكم عن الفالنتاين عاوزه اخد رايكم في حاجه. انا على حسب كلام الناس عني اني بنوته جميله جدا جدا ومتعلمه، وفجاه لقيت نفسي بحب راجل متجوز غصب عني، ما كنتش عارفه اعمل ايه. اوقات بحس بالذنب وان ما ينفعش وكل الكلام ده، بس خلاص اتعلقت بيه جدا لدرجه الجنون. بقى متحكم في مشاعري، بقى مسيطر على كل عواطفي، بقى عباره عن نفس بتنفسه، مش عارفه اعيش من غيره، وفي نفس الوقت بموت من الغير عليه. احساس ان حد مشاركني فيه بيقتلني. بتغير عليه من مراته. من مراته. ثواني. احساس ان الاولويات مش ليا والحد تاني بيموتني من جوايا. نفسي حد يقول لي حل غير تقليدي، عشان كل النصايح ان ابعد، وان والله العظيم لو اقدر مش هستنى لحظه. وعلى فكره لا هو كمان بيحبني جدا. لا انا هقول لها ما تبعدش. بالعكس اسمها ايه؟ منى. منى. وهو كمان بيحبني جدا ومش عارفه مش عارف يعمل ايه، غصب عننا طول الوقت بنفكر في بعض. طيب منى انت سامعاني؟ لا كملي يا حبيبتي، انت عايزه رد غير تقليدي انا بنصحك تكملي في العلاقه. ايه طب المشكله؟ طب هي بالنسبه لاحساسها بالذنب تعمل فيه ايه؟ هي احساسها بالذنب طبيعي ان يكون هي واخده من بيته ومن عياله. لا هي احساسها بالذنب طبيعي يكون موجود، بس هي موظفاه غلط. هي احساسها بالذنب المفروض ما يكونش للزوجه الاولى، المفروض يكون اتجاه نفسها، لان الزوجه الاولى ما بينقصهاش حقوقها كده كده. هي هو حياته ماشيه، انت هي اللي حياتك واقفه. هي اللي حياتها هو حياته ماشيه، انت اللي هتدخلي على نص حياه، هو اللي حياته واقفه. انت اللي هتدخلي على نص حياه، حياه مش كامله، حياه فيها واحده تانية بتشاركك فيها وليها الاولويه طبعا، وطبعا ده لو في كمان ولاد. فانت لما تحسي بالذنب ناحيتها انت تحسي بالذنب ناحيتك انت. فانت عايزه رد غير تقليدي، لا انا بنصحك تكملي في العلاقه. ازاي بقى؟ هي اللي هتخسر كتير. انا لا اصل عادي، في مثنى وثلاث ورباع وشرع محل الاربعه. يعني انت ما عندكيش مشكله ان جوزك يتجوز عليكي؟ لا الموضوع مش شخصي. الموضوع مش شخصي. لا نسمع بقى، انت ما عندكيش مشكله ان جوزك يتجوز عليكي؟ يعني هترضيها؟ الموضوع مش شخصي انا بالنسبه لي، لا مش هوافق. بس لا يعني مش يعني هي بنت بتقول لك عايزه رد غير تقليدي، ما هو اصل لما اقول لها ما الكلام التقليدي معروف اللي هو ايا كان الرد هي كده هتكمل في العلاقه. هي بتقول ان هي لو عندها القدره انها تبعد ما كانتش هتستنى لحظه، هي كانت هتبعد من الاول، لكن هي ما عندهاش القدره انها تبعد. بس هي ليه بما انها بنوته صغيره بتقول لك انا جميله والكل شايفني جميله ومثقفه، هي ليه تتجوز نص حياه، تاخد نص حياه بكل يعني بكل المقاييس، هي نص حياه ليه؟ ليه؟ بس دي حاجه مش بايديها برضه، هي غصب عنها تعمل. الحب مش بايديها. حب. وعلى فكره هو ده بقى الفرق ما بين الحب والغرام. احنا ده في البدايه غرام، هي مغرمه بيه. لازم يكون في تكافؤ برضه بين العقل والقلب، لان القلب لوحده، القلب ما بيشوفش، القلب لوحده بيخسر، القلب ما بيشوفش، العقل هو اللي بيوزن الامور. فكري في موضوعك، وصلي استخاره
وانا من رايي كملي نصيحه، تكمل وتبقى زوجه تانية. وتبقى زوجه يعني تانية. انت مش ضد ان هي تبقى زوجه تانية؟ انا مش ضد الزوجه التانية اطلاقا. يعني انت مع الزوجه التانية؟ نعمل حمله نعمل حمله. احنا مش مع موضوع ان ما بقاش في زوجه تانية. لا عايز اللي عايز يتجوز تانية يا جماعه يتجوز تانية. امال البنات تروح فين يا جماعه؟ ايوه صح، احنا كتير، احنا اكتر منهم. بالظبط. وانت يا مروه بالنسبه لك ان هي عادي تتجوز، يعني تتجوز تبقى زوجه تانية عادي، مفيش مشكله بالنسبه لك؟ هي طالما بتحبه ومتعلقه بيه كده خلاص تكمل وخلاص، بس الحياه تكون صعبه عليها خصوصا ان هي سنها صغير وكده، فمش تقدر تستحمل. فالافضل يعني هي تنسحب وخلاص، بس هي مش هتقدر. هي في الموضوع في بصي، هي كملت هتتوجع، انسحبت هتتوجع، فانا رايي تاخد التجربه، ولما تتوجع بقى وهي مجربه خدت التجربه يبقى افضل من الانسحاب. انا عن نفسي ما بفضلش الانسحاب في اي مشروع. فكملي يا منى، كملي كملي وخلي على الله بقى، يعني اللي يحصل يحصل. طيب تمام، معانا مكالمه. الو الو الو، صباح الخير. صباح الخير استاذ احمد. بطبع على حضراتكم وعلى ضيوف الكرام والمحترمين وعلى اسره البرنامج كامله وعلى الناس. صباح الخير، اهلا بيك. يا ربنا يخلي حضرتك. هو اولا يعني الفرق بين الحب والغرام، الحب بيكون نابع داخل القلب، ده بيكون مشاعر واحاسيس وافكار. صوت بس في مشكله. اما سامعني؟ صوت في مشكله. تمام حضرتك معاني كده؟ تمام اتفضل. تمام، اما الحب يا فندم ده بيكون ده من داخل الوجدان، داخل الوجدان، ده وضعه ربنا داخل القلب. صح. لان الحب ده تابع للقلب. اما الغرام كل ما تهوى العين بتغرم بيه، سواء الاكل سواء الشرب سواء الورده سواء اي حد اي شيء، سواء على حد رؤيه العين. فاذا الحب اقوى من الغرام. يعني العين هي اللي العين هي اللي بتغرم، مش القلب. طب ازاي احنا ليه؟ اتفضل اتفضل كمل. انا هقول لحضرتك، انا هقول برضه وجهه نظر الراجل بتختلف. الحب داخل وداخل بيكون مليء باحاسيس ومشاعر وعطف وحنان، ده الحب. اذا الحب اقوى ليه؟ انا بحب فلان جدا، انا بحب الحاجه دي قوي 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 قوي، لكن انا مغرم. الغرام قد ينتهي في يوم من الايام، اما الحب لا. الغرام عن الغرام صادقة جدا. الكلمة دي بشكر حضرتك على المداخلة التليفونية، شكرا. الغرام عمره ما يتوقف. ما بيت هو بيقول من وجهة نظره كراجل، بس على فكرة لا، هو احنا برضو اتفقنا في الاول ان الراجل يعني الحب جزء من كيانه، ولكن مش كيانه كله. طبعا لا، هو المشاعر بتكون صادقة جدا في الغرام. انسان مغرم بحد، بيعشق حد، هو المشاعر ما بتتغيرش. ايوه، هو معمي عن الكون كله الا هو. يبقى ازاي الغرام ممكن ينتهي؟ لا، هو الحب هو اللي ممكن يتقلب ان هو كان لحظه اعجاب، مجرد لحظه اعجاب مش اكتر، انما الغرام عمره ما ينتهي. انت خلاص حياتك متوقفه على شخص واحد، حياتك واقفه على شخص ما. هو برضو احنا ما عرفناش سنه، وجايز يكون بيتكلم عن حب سن المراهقه. هو برضو سن المراهقة بيبقى الحب بيتغير، والغرام بيتغير وكل حاجة، ورسمة السنين اللي جاية. الغرام ده على فكرة مفيش حد في سن المراهقة، مفيش حد في سن المراهقة يوصل لمرحلة الغرام. بيوصلوا للجنون يا حنين. ازاي بيوصلوا للجنون؟ والله ده كده ما يبقاش حب ولا غرام. بيوصل، بيبقى مجرد تعلق، اللي هو يعني طفل متعلق بلعبة وممكن يزهق منها. هو بقى مش فاهم، هو بيبقى عايز يتمرد على اهله وعلى الدنيا كلها عشان يثبت ان هو صح، وبيحب وكبر وصوته خشن. فلا، هو فعلا ممكن يكون بيتكلم من وجهه نظره على المراهقين مثلا. ايوه، الحب بيتغير والغرام كل حاجه، ممكن كل سنه بيعرفوا حد وبيتهيألهم ان هو ده الحد. بالظبط، كل سنه انا مع حد وبقول ان هو دوت اللي هو ابو ولادي او هي دي ام ولادي. الو معانا انغام. طيب معانا مكالمه. الو الو، ايوه يا انغام. انا بس عايزه توجه رساله الاول بقى. هابي فالنتاينز داي. هابي انا مثلا اتفضلي سامعاكي. بيقولوا بين الحب والغرام، لا، اللي بتحب من قلبها، واللي بتغرم برضه بتغرم بيه، لان هي بتحبه في الاول وفي الاخر ده جوزها او حبيبها. لكن هي بتقوله ان الزوجه الثانيه ما ينفعش يبقى في زوجه ثانيه.
انا شايفه من وجهه نظري ان في زوجه ثانيه خالص. ازاي ازاي؟ طب قولي لنا لو انت مكانها، لو انت مكان اللي كانت بعت لنا المسج دي، انصحيها انت. طيب قولي لنا هتعملي ايه؟ هي متعلقه بيه جدا ومغرمه بيه جدا ومش هتقدر تعيش من غيره ومش هتقدر تستغنى عنه، انت من وجهه نظرك ان هي تعمل ايه؟ لا، من وجهه نظري لو شايفاها ان هي مغرمه بيه وبتحبه، لو هو بيحبها هيخليها ليه مش هيخليها لحد غيره. طب ما هو متجوز يعني وعنده حياه ثانيه، هيسيبها وعنده مراته يعمل ايه؟ انا من رايي يجمع بين الاثنين. نفسي. يبقى عنده حب الغرام وعنده حب العشرة بتاع زوجته وأولاده. طب ما هو اللي بدأ. طب هي ازاي تحبه أساسا وهو متجوز؟ هي بقى هو القلب، القلب ما بيختارش، القلب ما بيشوفش. بيختار فينا هو هيحب مين او هيعمل ايه. هو هي حطت نفسها خلاص، الموقف اتحطت فيه وهي لقت نفسها انها بتحبه جدا ومغرمه بيه جدا ومش عارفه تبعد عنه. وهي لو كانت تقدر تبعد عنه كانت بعدت عنه من الاول، ما كانتش هتستنى كل النصايح بتاعتنا دي. بالظبط بالظبط. فحضرتك بقى انصحيها بدل هي اللي سببت لنفسها المشكله من الاول. ماشي، ما هي خلاص اتحطت في الموقف، احنا عايزين ليها حل. ما دام انغام حضرتك عندك تجربه للزوجه الثانيه، حاسه ان حضرتك متحامله عليها قوي. لا انا متجوزه، بس انا لو زوجه ثانيه لا. طيب تمام، بشكر وجهة نظرك. طبعا وجهة نظر تحترم جدا طبعا. خلاص نقول لمنى ايه؟ شكرا لحضرتك. نقول لمنى ايه؟ منى انا بنصحك تكملي برضو. برضو؟ ما يهزكيش اي كلام، كملي. برضو؟ طيب في رسالة تاني؟ انا كمان عندي مسج. طب تمام، قولي انت رسالتك الاول. جات لي مسج مصطفى 36 سنة، هو مهندس، بيقول انا عمري ما حبيت ولا اتحبيت، طول عمري من الجامعة للبيت ومن الشغل للبيت، ومن سنة اتعرف على بنت وحبها، هي كمان البنت بتحبه وتشدت له، بس للأسف البنت على غير دينه. قولولي أعمل إيه غير إني أسيبها؟ رد يا مرو، رد علي. لا أنا عايزة أرد، أنا عايزة أدخل، أنا عايزة أرد في الموضوع ده. طب ردي. طيب ردي يا حبيبي. طب هو ليه يعني، ليه يا مصطفى يعني اشمعنى البنت اللي يعني من 500,000 بنت موجودة، البنت اللي على غير دينك ليه؟ ما احنا قلنا طب ما احنا نفس الرد اهو. لا معلش، بس لا لا لا، ما احنا مش هنمشي مغميين ومغيبين ونقول اللي احنا اصلا قلنا ان هو ده الفرق ما بين الحب والغرام. معلش. الحب اللي هو انا ببقى عارفه انا هعمل ايه، لكن الغرام ده انا خلاص انا اعترض على حاجه زي دي. يعني انا عشان بحب او مش شايفه قدامي او عندي مشاكل من الطفوله ان ما كانش عندي صحاب، فانا كده ادخل في حب حد على غير ديني؟ ده صعب قوي. هو ده عارف هو على فكره محكوم عليه بالاعدام، مفيش مشكله، هو ينفع يتجوزها. هو بس بصي انا هقول لك على ما اعتقد ان مصطفى، مصطفى وهي البنت على يعني هو مسيحيه. تمام. طب انت عارفه يعني لما بيبقوا اتنين على نفس الديانه يا مروه بيختلفوا بعد الجواز بعد سنه او بعد كذا شهر، طب انت متخيله يعني ايه على دينين مختلفين؟ يعني مثلا في تشتت في الاطفال بقى طبعا، يعني ماشي. في النصايح للاطفال بالظبط بالظبط، هي مش هتربي برضه الاطفال، مش هي بتربي بدينها وهو بيربي بدينه، فيحصل تشتت. بالظبط كده. فانت لا، انت بتقول دايرتك ودايره صحابك ضيقه جدا، انت وسع دايرتك وخلي البنت دي تكون صديقتك، اختك، صاحبتك، لكن انها مراتك ده شيء صعب وغير منطقي الحقيقه. بس يا حبيبه هو عارف ان هو غلط وعارف ان هي حاجه غلط، هو عارف ان غلط ما يعملوش. في بصي في فرق بين حاجه غلط زي ان حد يحب حد على غير دينه، وحد بيعمل حاجه صعبه زي البنت اللي كانت بتحب واحد متجوز، دي حاجه صعبه بس ممكن تتعمل، الدين حللها. بس لا، اللي يحب على غير دينه بس برضه الدين حلل ان هو يكون مسلم ومعاه زوجته غير مسلم. احنا دلوقتي في زمن الزوجين على نفس دين ما بيتفقوش اساسا، ومحكمه الاسره مليانه بصي قضايا ما بتخلصش خالص. نروح كمان احنا بنجيب قضيه محكوم عليها بالاعدام من اول شهر؟ صعب جدا. طب يعني ممكن هو يعني يجذبها لدين. معلش، هو لو مش في رابط بينهم في الدين يبقى في رابط في ايه؟ يعني ايه هو اقوى رابط بينك وبين حد؟ هو الدين او القرابه. طب انت بقى ولا قرابه ولا دين، يعني يبقى ايه الموضوع؟ بس هو برضو عايز نصيحه غير تقليديه. انا من رايي حاول يدخلها في الدين الاسلام ويتجوزها. لا لا ما نقدرش. بص انا هقول لك على حاجه، احنا مروه ما نقدرش نتكلم او نقنع حد ان هو يغير دينه عشان حد. اكيد طبعا. هي عشان تغير دينها هتعمل كده. لا بس هي عشان تغير دينها عشان راجل، عشان تغير دينها هتغيره لربنا مش لمصطفى. ما انا بقول لك يا مصطفى هو طبعا يعني انت عايز حاجه غير ان انت تسيبها؟ لا انت تسيبها، لان البنت لو اتجوزتك هتعيش هربانه من اهلها، هتعيش في السر مستخبيه من الدنيا كلها. اكيد طبعا. فانت لو بتحبها بجد، انت لو بتحبها بجد اكيد مش هتعرضها ان هي تعيش في خطر لمجرد ان انت بتحبها. الحب مش انك تكون اناني،
فلو انت بتحبها فكر في مصلحتها. وانا من رايي وعارفه ان هو ردي مش هيعجبك، بس ما تكملش في العلاقه دي، وخلي البدايه عندك وانت اللي لازم تبعد، لان البنت ممكن ما يكونش عندها الجرأه ان هي تاخد خطوه زي ولا عندها مشاعر انها تاخد الخطوه. البنت بتحب اكتر بالظبط، هو لازم هو اللي ياخد الخطوه. بس انا خدت بالي من كلامه ان هو بيقول انه عنده مشاكل اصلا، انه ما كانش عنده صحابه ودايره معارفه قليله، يعني اذا هو يعني ما صدق لا بنت تحبه مثلا، فهو لو وسع معارفه الموضوع هيختلف معاه تماما. طيب نشوف الرساله اللي جت الثانيه. بتقول انا مخطوبه لشخص بقالي سنه ونص، كنت بحبه جدا جدا قبل الخطوبه، كنا مع بعض 5 سنين قبل الخطوبه. طيب فضلت ارفض عرسان كتير قبله عشانه. بس انت هتقري المسج بس هنرد عليها بعد الفاصل. طيب اوكي طيب هقرا المسج وبعد الفاصل نرد عليها. فضلت ارفض عرسان كتير قبله عشانه، فضلت عمري كله مستنياه، بيعشقني وبيموت فيا. بعد ما اتخطبنا تفكيري بدا يتغير ومشاعري كمان بدات تتغير، مشاعري تجاهه بقت بارده من بعد الخطوبه. المفروض اني جاهز وبيحبني جدا جدا، ولكن انا باجل عشان مش عاوزه اتسرع واتجوز في نفس الوقت، صعبان عليا اسيبه لاني نقطه ضعفه، ما يقدرش يعيش من غيري، مش عاوزه اظلمه وفي نفس الوقت مش عاوزه اظلم نفسي. هنرد عليكي بعد الفاصل. قبل الفاصل بقى انا بس عايزه اختم الفقره بتاعتنا لان للاسف الوقت خلص معاكم. طبعا هي الفقره خلصت بس لسه الحلقه ما خلصتش. تحبي تقولي لمين في عيد الحب هابي فالنتاينز دي؟ احب اقول لمستر ياسر مدير الانتاج بتاعنا، يا رب يكون عيد حب سعيد عليك، وانت عليك فضل علينا كتير جدا، وطبعا مامتي ربنا يخليها ليا، وعيد حب سعيد وصحابي. بس حنين طبعا هقول برضو لمستر ياسر هابي فالنتاين دي عليك وعلى اسرتك وعلى زوجتك وعلى اولادك، وهابي فالنتاين دي ماما، وهابي فالنتاين دي بابا، وهابي فالنتاين دي كل المشاهدين بتوعنا. وحابه برضو اقول هابي بيرثدي لحبيبه عشان النهارده عيد ميلادها. ميرسي. هنختم الفقره. انا عايزه بس اقول في الاول كده في الاخر لجوزي هابي فالنتاينز دي، والابني والماما والمستر ياسر. وطبعا بما ان النهارده عيد الحب ما ينفعش ما نقولش لحبيب كل المصريين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنه وحضرتك حبيب كل المصريين. ببارك كمان للنادي الاهلي على حصول المركز الثالث في كاس العالم، شرفت مصر وشرفت افريقيا كلها. خلصت فقرتنا، خلصت فقرتنا بس ما خلصتش حلقتنا، انتظرونا الفقره الجايه.